سامح قالول المتصرف الرئيسي بالمندوبيه الجهويه للسمع التقليديه بالمنستير، ندعوكم جميعا لحضور الصالون المبادره الفرديه لبعث المشاريع بمدينه صيادة بفضاء رويال بياش يوم الثلاثاء 22 مارس 2016. كونوا في الموعد ان شاء الله باش نقدموا لكم كيفيه انجاز المشروع، كيف تبادر باطلاق وتنتصب للحساب الخاص في قطاع الصناعات التقليديه. الاضافات تشوفوها معنا ان شاء الله نهار 22 مارس في 2016 بصيادة.